بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم Methods of Control Emissions، وهنتكلم اليوم على Catalyzed Desulfurization Process اللي هي عملية إزالة الكبريت المحفزة اللي باستخدام عامل حفاز. وهنتكلم على Sulfur Emissions Control Using Humidification Process اللي هو عملية إزالة الكبريت باستخدام عملية الترطيب، ودي كلها طرق تحكم في نسب الانبعاثات. زي ما احنا شغالين طول هذا الجزء بنتكلم على كل الطرق اللي بتحكم في الانبعاثات الغازية. Desulfurization procedures is separated into، يبقى انا عندي العملية بتاعة الكاتالايزد desulfurization process بتنقسم الى جزئين. الجزء الفيرست بارت هو عملية تسخين العامل الحفاز علشان نوصل لدرجة حرارة المطلوبة لإطلاق السلفر. يبقى is the warm up catalyzed to achieve high catalyzed inlet temperature necessary to release sulfur. يبقى دي هذه الخطوة الأولى، نحن بنسخن العامل الحفاز للدرجة المطلوبة لإطلاق الكبريت. The second part is the following desulfurization procedures to complete desulfurization process at inlet temperature of 400 درجة مئوية. الخطوة التابعة عملية تطوير لباقي الإجراءات لدرجة الحرارة 400. لو أنا استخدمت EGR using an EGR هلاقي الـ rate of 28.3 catalyzed inlet temperature هتبقى في حدود 700 درجة مئوية is achieved، وده بيتم في خلال من 90 إلى 180 ثانية بعد عملية after initiating desulfurization depending on، بتعتمد على عملية الحقن اللي هتحصل أو كمية الحاجة اللي هتحقن بعد عملية desulfurization process. يبقى أنا عندي فيه خطوتين، الخطوة الأولانية بسخن المادة الفعالة وبعدين بستخدم مادة تساعدني على إن أنا أحسن عملية فصل الكبريت. وعلى سبيل المثال زي ما احنا قلنا لو احنا استخدمنا الـ EGR بمعدل 28.3 الكاتالايست انزل تمبريتشر تكون في حدود 700، هلاقي وده بيحدث بعد من 90 الى 180 ثانية. طيب الكاتالايست ديسيلفرزيشن بروسيس بلاقي the inference of various desulfurization time operated during test. لو عندي 3 PPM sulfur level of fuel is used to map NOx conversions efficiency before and after desulfurization. Each contaminant lasted 2 hours using 380 PPM من السلفر fuel. يعني بنلاقي تأثير عملية أو الطيب بتاع عملية إزالة الكبريت المحفزة لو على سبيل المثال خدنا 3 PPM ونشوف النوكس افشنسي بيفور اند افتر، بنلاقي اتش كونتيمينيشن لاستد 2 اورز يوزنج 380 بي بي ام. يعني لو انا عندي عمليه بلائيه بتستهلك ساعتين بتاخد 380 بي بي ام سالفر من الفول. الحته اللي جايه دي مهمه جدا، البيست تايم فور ديسلفيزيشن استراتيجي از 6 مينيت، يعني 6 دقائق. Increasing the time of desulfurization tend to increase NOx conversion efficiency. يعني لو زاد التايم هيؤدي إلى زيادة أكاسيد النيتروجين. يمكن الفيجر اللي قدامنا shows the inference of various desulfurization time. بيوريني تأثير زمن عملية إزالة الكبريت المحفزة، وده بيعمل لي مقارنة بين حاجتين، ده after washing عند 400 درجة و after desulfurizations بعد عملية إزالة الكبريت، وبيديني مقارنة بلاقي انه الكفاءة بتاعة التحويل عندنا لو شوف الكولوم اللي هو بالأسود والكولوم اللي هو بالأحمر بتلاقي ان انت عندك ده الافتر
فبلاقي الكونفرجن افشنسي ده الترند بتاعها بيزداد عندي، بلاقي الافشنسي او الكونفرجنز افشنسي بتزداد عندنا مع التايم لحد ليميت معين، وده بيديني مقدار الكوفيشنز كونفرجنز افشنسي انكريز، مقدار الزياده في الانرجي في الكونفرجنز بتاع الافشنسي بتاع الديس سيرفيزيشن بروسيس. هنتكلم على طريقه ثانيه وهي سيرفر ميشنز كنترول يوزنج هيوميديفيكيشن بروسيس، اللي هو استخدام طريقه الترطيب في تحكم في انبعاثات السيرفر. احنا عندنا الفلو جاز هيوميديفيكيشن سيستم، وهذا ما نشوف في الشكل القادم. في عندي بختار ثلاث اماكن لعمليه ان انا اعمل اختبار للسامبل، بلاقي عندي الاير هيتر انلت والالكتروستاتيك بريسيباتيتورز، وده احد اجهزه التنقيه، واحد من فلاتر التنقيه اللي هنتكلم عليها بالتفصيل في الشابتر القادم، والمدخنه الاستاد. At each sample point particulate matter loading and gas phase SO3 are measured. يبقى انا الشكل اللي موجود قدامنا ده بيديني المواضع اللي انا بتكلم عليها في قياس ال SO3. ادى عندي الاير هيتر، يبقى بحط نقطة عندنا هنا، اخد عينة من هنا، يبقى انا بضخ من هنا ال SO3، وبعد كده بخش على الهوميديفاير. الهوميديفاير ده بيضخ مية، رشاشات مية بتضخ على ال SO3 هو ماشي، بيطلع من هنا بيدخل على ال ESB او ال EBS زي ما هنتكلم عليه بالتفصيل. يبقى هاخد العينة التانية من ال SO3، وبعد ما يطلع من ال ESB هيخش على المدخنة، عند مخرج المدخنة هاخد العينة التالتة. يبقى ده اللي عمل الكلام ده واحد اسمه بول سميث، وطبعا احنا بنقول انه هذا الكلام اكسبيرمنتال، بيعمل بتجارب كتير، بنحط هذا السيستم علشان اقدر اتحكم في نسب ال SO3 باستخدام عمليه الترطيب. لقينا الاتي، انه الهيونيفيكيشن ديكريز SO3 emissions in temperature ranges من 121 لحد 138. الهيوميديفيكيشنز ريديوس SO3 emissions at relative high concentrations of SO3 using low sulfur bitumens coils، يبقى باستخدام فحم البيتومين. يبقى احنا هنا هنلاحظ حتى من النتائج اللي هنشوفها دلوقتي نسب ال SO3 قلت قد ايه. Adjustable water injection rate، يبقى انا عندي الميه اللي هضخها بتبقى في حدود من 0 الى 45.4 لتر بير مينت، او اذا كنت تستخدم معدلات الجالون من 0 الى 12 جالون بير مينت. طبعا احنا هنا بنتكلم على الكنترول، وادى عندنا السيستم، التجربه اللي اتعملت برضو الاير هيتر انلت، وعندنا الاير ستوربسبيتور والانلت ستاك، دول الثلاث مناطق. ده الكلام ده نفس الكلام اللي شرحناه في الجزء اللي فات. فبنلاقي هنا ايه، ان الفلو جاز انجكشن لوكيت از فاريد فروم من 0 الى 50 بي ام. دي يمكن نتائج التيست اللي حصل البيز لاين. أدى عندي الـ SO concentrations لما كان 0، لما كان دخلت بنسبة تركيز 10، لما دخلت بنسبة تركيز 30، لما دخلت بنسبة تركيز 50، وبعدين ده معدل الـ water injection rate، دي هي شروط التجربة اللي حصلت عندنا. فلقينا نسب التلوث اللي موجودة عندنا الآتي في الشكل الموضح قدامنا ده. شوف كده معانا، إحنا عملنا لما كانت على سبيل المثال عندي زيرو تقريبا، بص بدأ يقل يقل، بدأ يختفي خالص. ناخد لما كانت 10 بارتيكوليت بير ماتر اللي هي اللون اللي قدامنا ده،
أدى النسبة كانت هنا في حدود قريبة من 12 13%، قلت بعد ما دخلت على الهيوميديفاير، وبعدين قلت خالص وهي عند الاستيك عند مخرج، وهكذا قيس. ناخد اعلى واحد لما كنت نسبه التلوث الاس او 50 قلت الى تقريبا 20، وبعدين قلت الى تقريبا 12 13، وده معناه ان المراحل الترتيب بتقلل نسبه عاليه جدا من نسب الاس او 3. على سبيل المثال واحنا خدنا هنا ادي عندنا كانت النسبه في حدود 45، والنسبه هنا كانت في حدود تقريبا 20، يعني نسبه اكتر من الضعف قلت او اكتر من النصف قلت. وبالتالي عمليه الترتيب من العمليات المهمه جدا جدا في ازاله كسيد الكبريت. يبقى الـ SO3 samples are collected and analyzed at different humidification and SO3 injection levels at air heater inlet, ESP inlet and stick. The result shows that spent using humidification, the overall SO3 removal was أكتر من 90%، زي ما قلنا إن بتقل تقريبا قريب من إنها تقل للنص. At humidification level 45.4 لتر بير مينيت فور اول اس او 3 كونسنتريشن تيست. يعني احنا التيست ده لما حطينا المدخل بتاع التيست حطينا نسب مختلفه من التلوث، ولقينا ان الترند واحد سواء كان عندي 10 او 50% او 30% او وات ايفر، بلاقي انه الترند واحد انه الريموفال في حدود اكتر من 90% من الاس او 3 نتيجه استخدام طريقه الترتيب. يمكن الريزلت اللي موجود عندنا في الجدول اللي قدامنا بيورينا النسبه بتاعتنا النومينال والتوتال فيبر، وبس هو الكونكلوجن الاساسي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بيدينا ده الافكتيف اون فيبر فيس اس او 3، هو الكونكلوجن اللي احنا اتكلمنا عليه في السلايدز اللي عدت. وطبعا كالكوليتد بيزد اون اير هيتر انلت اس او 3 كومبيرد تو ستيك SO3، يبقى احنا بنشوف المقارنة بين اللي داخل وبين اللي خارج في النهاية، وهنوصل لنفس تقريبا الكونكلوجنز اللي احنا قلناه. الكالكوليتد باي سبتراكتنج توتال SO3 موفل ويز نو هيوميديفيكيشنز فروم ذات ات فاريوس هيوميديفيكيشن ليفل تو بول اول تيست تو بوت اول تيست اون ذا سيم بيز ذا افريج اير هيتر انلت SO3 كونسنتريشنز 45.3 بي بي ام was used. وعندنا مستخدمين 9 جالون بير مينيت is assumed to be bad measurement and was ignored. يبقى احنا بنقول ان احنا عندنا الكونكلوجنز الاساسي من هذه العمليه هو توضيح تاثير الهيوميديفيكيشن بروسيس على ازاله نسبه الكبريت، ولقينا ان نسبه الازاله بتكون في حدود اكتر من 90%. إن شاء الله نستكمل في المحاضرة القادمة باقي الميثودز اوف كنترول اميشن فور جازيوس اميشن.